أتيت اليوم بالبشرى وسبحان الذي أسرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى رعاك الله يا رمضان وفاح الطيب بالأشجان ودير الجود والإحسان يدون آطر الذكرى رعاك الله يا رمضان وفاح بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك يقوم الآن فريق أمة واحدة بتوزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة والفقيرة في مناطق متعددة في قطاع غزة، والآن نحن في منطقة معينة. يقوم الفريق بالكامل بتوزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة والفقيرة، فكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، فبارك الله فيكم وشكرا لكم جميعا ومشكورين كثير وجزاكم الله كل خير. وسبحان الذي أسرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى رمضان وفاح الطيب بالأشجان ودير الجود والإحسان يدون آطر الذكرى رعاك الله يا رمضان الله يا شيخ يطول عمرك والله فرحتونا الله يا شيخ يخلف عليك غدير الجود والإحسان. نشكر مؤسسة أمة واحدة على ما قدمته لنا من وجبة إفطار في شهر رمضان المبارك. مع القرآن درب النور بروح العابد المسرور وذنب قد غدا مغفور وجرح في الحشا يبرى وذنب قد غدا مغفور وجرح في الحشا يبرى معاني العفو والتقدير سمو الذات بالتغيير ولا ننسى حقوق الغير وخير الله كم أثرى أتيت اليوم بالبشرى وسبحان الذي أسرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى رسمنا فيك حب الخير من الدنيا إلى الأخرى